اكيد. وانت في المانيا هناك انا على حسب معرفتي انك انت الحمد لله ربنا وفقك في العمليه وفي طرق كمان جديده العمليه اتعملت بيها ان شاء الله تساعد اكتر في الرجوع اكتر في الملعب. ايه اللي حصل هناك بالظبط اثناء العمليه او قبل العمليه؟ كان في اهتمام بس كبير بالعمليه. والاهتمام ده جه بسبب ان الاستاف المساعد للدكتور للبروفيسور شوفاهوف ان كله كانوا اتراك فكان عارفين بالظبط كده اكيد. فهو حتى الراجل حس باهتمام اول ما الاستاف بتاعه قال لهم ان في يمكن هو يسمع بس ما يعرفنيش شخصيا طبعا لان هو طبعا بيجي له لعيبه مصريين كتير وكده. فلما بدا يقول للناس ده لاعب مصري فبدا الاستاف اللي معاه كله يكلموني فقالوا لا ده كان لعيب مهم بالنسبه لنا وده مش عارف ايه. فبدا حتى التجهيزات حتى ايهاب علي اول ما احنا قال لي انا اول ما اشوف التجهيزات بالشكل ده واشوف انهم مستعدين ومن بدري بالظبط يعني وان حتى الاستاف بتاع كل ما تيجي في اثناء العمليه يجي مثلا الدكتور بيعدلك ويساندينك وحاطين حاجات يسندوك بيها وكان فيه اهتمام شديد. هو ما شاء الله يعني كل الناس مقدرك شخصيا ومقدرك تاريخك احمد سواء في تركيا او في مصر في الاهلي او في منتخب مصر بس بتاكيد التقدير الكبير اللي تم يعني والاهتمام الكبير اللي تم من خلال الاستاذ علاء مبارك والاستاذ جمال مبارك باتصالهم بيك طبعا اكيد ده برضو بيديك ان اهتمام اكبر واكبر من كل المصريين يعني. والله الحمد لله يمكن طبعا دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي يمكن اسعدتني جدا ومن ضمن الحاجات اللي رفعت معنوياتي جدا لاني المسانده زي ما قلت لك مهم جدا في الموقف الصعب مش في المواقف اللي الناس كلها فرحه وفيها انتصار اللي فيها الفرح وفيها انتصار طبيعي ان المسانده تبقى موجوده انما المسانده فعلا في المواقف الصعبه هي دي اللي بتسعد الواحد هي دي اللي بترفع معنويات الواحد فطبعا اكيد اتصل الاستاذ علاء بيا ومش يمكن اتصال دائم يعني حتى قبل ما سافر على طول اتصل بيا وقال لي محتاج اي حاجه في اي حاجه نقدر نقوم بيها كده قلت له امي كلها الحمد لله متظبطه وكده قال لي ان شاء الله شد حيلك وهترجع تاني نفس الحكايه يمكن اول ما وصلت بعد عملت العمليه على طول تاني يوم كان اتصل الاستاذ جمال بيا وانا في المانيا واطمن عليا ونفس الحكايه برضه شد من ازري وقال لي اي حاجه محتاجها في المانيا نبعت حد نشوف اي حاجه محتاجها حد يساعدك كده قلت له الامور كلها الحمد لله متظبطه وكده فدي طبعا اكيد يعني اتصالات بتبين قد ايه كمان يمكن هم والله وانت كنت موجود معانا تحس ان هم اخوه لينا في المنتخب والمسانده طبعا الاستاذ علاء للنادي الاهلي قبل مباراه الشبيبه وكده ففعلا تحس ان هم اخواتك موجودين جنبك وقد ايه الواحد كان سعيد طبعا باتصالهم ومساندتهم وان فعلا مش مساله ان هو بيتصل لا يعني فعلا لو عايز حاجه ولو فعلا طلبت فعلا محتاج حاجه انا متاكد ان هم هيوفروها وكده وده يبين ان فعلا الناس تهتم بكل واحد فات بلده بشكل كويس كل واحد ادى لبلده بشكل كويس فانا بشكرهم جدا جدا طبعا ومن خلال قناه النادي الاهلي واعتقد ان شاء الله يكون ليها دور كبير باذن الله زي ما قبل كده يمكن كانت استضافه سياده الرئيس لينا بعد مباراه الجزائر اللي احنا خسرناها في السودان بدنا دفع معنويه كبيره ورحنا بعد كده قدرنا الحمد لله كسبنا البطوله الافريقيه في انجولا. قول لي يعني وجودك في مباراه هارتلاند ويمكن حرصك انك انت تكون موجود في اللعيبه انت حاسس ان في ضغط كبير على اللعيبه من خلال حتى قبل اصابتك عشان كده كنت مساند للعيبه في الملعب بالظبط يمكن في ضغوط يا احمد طبعا في إيه يمكن بقى ضغوط هو 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 يعني احنا عايزين برضه يمكن انا شايف اني اتمنى ان فعلا لعيبه النادي الاهلي اللي هم اللعيبه الكبار اللي عندهم شخصيات اللعيبه اللي هم انا بقول ان افضل لعيبه موجودين في افريقيا اني لازم شويه يبقى فيه يعني كل واحد يبقى عنده ثقه في نفسه ما يعني في ضغوط طبعا في ضغوط لان النهارده انت عارف النادي الاهلي تحس النادي الوحيد المطالب طول الوقت انك انت تبقى كويس بس ده قدر يعني ده قدر الفريق الكبير دايما اللي هو مطالب دايما ان هو بيلعب على البطوله كويس بس يعني بس احنا عشان عندنا الامور متلخبطه شويه فدي ما بتساعدش اللاعب برضه ان هو طول الوقت يظهر بشكل كويس متلخبطه بمعنى ايه؟ متلخبطه بمعنى انك انت النهارده قوام يعني اغلبيه لعيبه النادي الاهلي هم قوام المنتخب فالتفكير النهارده في حاجات كتير والضغوط شديده يعني سواء انت النهارده بتلعب دوري وبعد كده بطوله افريقيا وبعد كده بتطلع على منتخب ولو النتائج ما ظبطتش معاك شويه فدي بتعمل لك مشكله انك انت بتبقى فدي بتاثر على ادائك فده اللي انا عايزه ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يعني يحاولوا يفصلوا وان كان صعب طبعا
يعني الفصل طبعا بين سواء النادي او اهداوي او بطوله افريقيا او المنتخب، ولكن يحاولوا ان شاء الله باذن الله ما يفصلوا. دور الجهاز برضه ان شاء الله باذن الله فعلا يخرج اللعيبه من الضغوط، ان هو فعلا ان اللعيبه دي كلها يبقى في ثقه، والجهاز يدي ثقه للعيبه جوه الملعب وكده. واعتقد ان بشخصيات اللعيبه اللي موجوده دي وفعلا بمهارات اللعيبه اللي موجوده دي وشخصياتهم القويه يقدروا ان هم يعدوا المرحله دي، المرحله الصعبه. وبمسانده اكيد طبعا جمهور النادي الاهلي الكبير للعيبه دي اللي ياما فرحوهم، اعتقد ان سهل ان شاء الله ان هم يتخطوا، لان الفتره دي شويه طبعا الناس قلقانه، ولكن يمكن انا بقول ان شاء الله ما فيش قلق، الامور تتظبط. طب ازاي كنت بتعالجها برضه؟ عشان يعني احنا بنتكلم الكلام العام بالنسبه للجمهور والمسانده، بس ازاي انتوا بتعالجوا الموضوع ده؟ زي ما انت قلت اللعيبه الكبار اللي عندهم شخصيه في الفريق وعندهم خبرات، ازاي ممكن تعالجوا الموضوع ده؟ لان مش بس الجهاز الفني هو ممكن يقوم بدور. لا ما انا طبعا انا يعني اكيد طبعا انا قلت في الاول اللعيبه ودور برضو الجهاز معاهم، ان هو فعلا لازم يخرج اللعيبه من يعني لا ازاي تخرج يعني ازاي تطمن الجمهور تقول لهم احنا مش قلقانين على نفسنا، احنا بالعكس يعني انتوا قلقانين انما احنا مش قلقانين. ما هو ما انا بقول لك يعني طبعا هو ازاي اخرج، ان انا فعلا احاول افصل شويه كل التركيز دلوقتي، مثلا سي احنا في مباراه دوري دلوقتي هركز في مباراه الدوري، ما اشغلش بالي بمباراه الترجي في الوقت الحالي عشان اقدر ان انا اركز في مباراه الدوري بتاعتي واخد البنات بتاع اللي انا عايزها، وبعد كده ابدا افكر في الطريق. فمش لو شغلت نفسك بكل الحاجات دي كلها هتبقى مشكله. فهو طبعا انا بقول ان هو يحاولوا يفصلوا، وكل واحد من جواه طبعا يعني دي بتبقى حاجه شخصيه، فعلا انا لا انا هركز، وان انا فعلا هشتغل بشكل كويس، وان انا هبعد عن الضغوط، ودور اللعيبه الكبار برضه ان هم يساندوا اللعيبه الصغيرين اللي موجودين، ودور اللعيبه الصغيرين اللي هي فعلا في الوقت ده يبقى في شويه حرمان شويه، من لان فعلا مرحله صعبه انك انت مش ملاحق، لان الله يكون في عونهم فعلا. انت النهارده كل ثلاث ايام وكل اربع ايام ماتش، وماتش اصعب من الثاني، وماتش ببطوله، فكل الحاجات دي كلها طبعا يعني حاجات صعبه، فهي محتاجه تركيز شديد جدا جدا في الوقت اللي جاي، محتاجه شويه حرمان لكل اللعيبه اللي موجوده ان فعلا تركز بشكل قوي. وانا بقول الله يكون في عونهم بصراحه، يعني لان زي ما قلت لك ان في حاجات كتير متلخبطه وهي دي اللي مأثره عليهم. طيب اكيد بتاثر الكلام ده، لان المنتخب نفسه يمكن عدد كبير جدا في المنتخب اكيد من لعيبه الاهلي، يعني انت شايف ان ده بياثر كمان على المنتخب خاصه بعد مباراه سيراليون الاخيره؟ فالناس برضو قلقت كمان على المنتخب، فيعني فمش ممكن المنتخب والاهلي في نفس الوقت اكيد بيبقى، والزمالك كمان يعني خلينا نتكلم على الاهلي والزمالك يعني والاسماعيلي بتاثر على المنتخب بشكل مباشر يعني، بس انا بكلم ان قوام المنتخب الاساسي هو من لعيبه النادي الاهلي، فده مش قلق من الجمهور بقى جمهور مصر كله؟ طبعا زي ما قلت لك ان الضغوط اللي موجوده على اللعيبه بتاثر في المنتخب. لان التفكير اهلي منتخب ماتشات دوري البطوله الافريقيه، فكل ده يعني النهارده برضه اللعيبه لما بتروح بمعنويات مرتفعه وثقه في النفس والنتائج كمان مساعداك، فاعتقد ان ده بينعكس عليهم في المنتخب. صح. ونفس الحكايه لان طبعا برضه لما بتروح المنتخب وتعمل نتيجه مش كويسه بسبب الضغوط الزايده طبعا على اللعيبه والتفكير زياده عن اللزوم في بطولات كتير، فالاثنين بينعكسوا عن بعضيهم. صح. يعني لما لعيبه الاهلي كلهم كانوا في حاله كويسه وبيحققوا بطولات وحالتهم كويسه، اثر الكلام ده على المنتخب في البطولات اللي فاتت، بطوله افريقيا في 2008 2010 اكيد طبعا لعيبه الاهلي وكمان لعيبه الزمالك ولعيبه الاسماعيلي، يعني برضه كمان النهارده الاسماعيلي لما بيخرج مثلا ببطوله او بيبقى حظوظه برضه مش كويسه بينعكس على لعيبته، بيبقوا يعني نفس الحكايه ما بيظهروش بشكل كويس. نفس الحكايه نادي الزمالك النهارده مثلا لعيبته نفس الحكايه، غيابات كتير بتبقى موجوده مثلا في المنتخب بسبب اصاباته كده. يعني عم زكي تفتكر ممكن نقلع المنتخب برضه احمد؟ ممكن الناس تقلق يعني فيها قلق ولا؟ والله بص يعني طبعا النتيجه الاخيره طبعا في قلق شويه، ولكن اتعودنا ان احنا نتحط في مواقف صعبه ونقدر ان احنا نخرج منها بشكل قوي. الحمد لله بنخرج، بس يعني اثر علينا الموقف بتاع تصفيات كاس العالم بدون تشاؤم، انما اثر علينا يعني انت فاهمني، في اول ماتش برضه في تصفيات كاس العالم تعادلنا مع زامبيا، الى حد ما اعتقد ان ده بنسبه كبيره جدا هو اللي اثر على وصلنا لكاس العالم. مظبوط. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الدرس ده يكون الناس كلها تستفيد منه، اللعيبه كلها تستفيد منه، لان يمكن كان في تحذير قبل الماتش، يعني كان في تحذير من الجهاز، وكان في انا اتكلمت مع اللعيبه، ولكن يعني هو اليوم في اوقات كده بتبقى حاجه غريبه الشكل، يعني هو طبعا اليوم لما يكون 10 لعيبه في الملعب مش موفقين فده طبعا يمكن بتبقى حاجات يعني
هي ماتشات كده بتيجي، لكن انت عندك كل لعيبه في الملعب مش موافقين. فهو نفس الحكايه اليوم ده، يمكن مش عايز اقول استسهلنا، لان احنا كنا مدين كل احترام لفريق سيراليون وكده، ولكن عدم التوفيق ما كانش موجود عند لعيبه كتير في الملعب في اليوم ده وكده، ده اللي اثر عنا فيه. ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان احنا دايس جديد نستفيد منه، وان شاء الله باذن الله لعيبه المنتخب باذن الله الفتره اللي جايه طالعين الماتش الجاي، لازم الماتش الجاي ماتش حقيقي او موت ونكسبه، زي ما طلعنا قبل كده كسبنا بوندي وكسبنا زامبيا هناك في ملعبهم، وكنا محتاجين ماتش الكونغو قدرنا ان احنا نتغلب. الماتش ده ان شاء الله انا شايف ان هو يعوض الماتش اللي تعادلنا في مصر. طيب يعني ده ان شاء الله يعوض، بس انا بتكلم ان الموقف نفسه صعب، ازاي نخرج بقى من يعني انت اكيد نصيحتك بخبرتك الكبيره جدا، نصيحتك سواء كان للاعيبه او جهاز فني او الجمهور في الماتش الجاي بتاع النايجر. والله بص، انا طبعا يعني هي النصيحه، انا شايف ان فعلا الفتره الجايه كل لعيب سواء في نادي سواء في المنتخب لازم يقسو على نفسه بشكل قوي جدا جدا جدا. يعني ولازم هو سبحان الله زي ما انت قلت، هو قدر اللعيبه اللي بتلعب في بطولات او بتلعب في منتخب هو بيحقق بطولات. فهي انا شايف ان فعلا الفتره الجايه هتبقى فتره قاسيه جدا جدا، ولازم كل لعيب يعني فعلا يحرم نفسه من حاجات كتير، لاني محتاجه جهد شديد جدا جدا. موقف النادي الاهلي اكيد طبعا صعب، موقف المنتخب نفس الحكايه، فدي محتاجه تركيز شديد جدا جدا من اللعيبه، محتاجه حرمان. يعني ايه حرمان؟ يعني ايه حرمان؟ حرمان يعني انك انت النهارده حياتك ما بتعيشهاش بالشكل اللي هو الطبيعي، يعني تركيزك انك انت بتنام كويس، انك انت حرمان انك انت ما بتاكلش الحاجات المطلوبه، لانك انت تعيش حياتك كلاعب كوره، يعني ما تعيش حياتك انك انت تعمل اللي انت عايزه. لاعب كوره يعني اكتر، لان يعني لاعب كوره مسؤول بالظبط. يعني في لاعب كوره، في لاعب كوره مسؤول، في لاعب كوره عايز يوصل لبطوله يعني بالظبط. ما في ناس كتير بتلعب كوره بس بيعمل كل اللي هو عايزه، بيسهر وبيخرج وبيلعب وبياكل زي ما هو عايز وبيعمل كل حاجه هو عايزها وبيلعب. ما بي... يعني يعني زي ما انت قلت دلوقتي بقى لعيب كوره ومسؤول. فهي دي، هي دي المسؤوليه دي اللي انا بقول لك عليها، اللي هي حرمان من حاجات كتير الفتره اللي جايه. لازم كل واحد يتعب، سواء كمان لعيبه كبار لان بيحافظوا على اسمهم اللي عملوه، بيحافظوا على تاريخهم، بيحافظوا على جماهيرهم، بيحافظوا على ناديهم، واللعيبه الصغيره اللي هي عايزه تقول ان احنا موجودين فعلا، عايزين نوصل وعايزين يبقى لينا مكان. احمد تفتكر يعني المنتخب دوام الحال من المحال في اي كان المواقف والاوضاع بالنسبه للعيبه، بس بتاكيد ان الرايات بتتسلم، يعني هل شايف ممكن يكون الظروف طبعا لسبب، بس كابتن حسن استعجل في ان هو يدي مثلا الفرصه للعيبه لسه، هم لعيبه جيدين كامكانيات انما لسه ما عندهمش الخبرات ممكن؟ والله بص ده هم الناس يعني حيروا الدنيا، يعني فعلا بقت في حيره، تلعب بالناس القديمه فيقول لك لازم تجديد الدماء، تبدا تحط ناس. هو طبعا التجديد موجود وسنه الحياه زي ما انت قلت، ان في ناس بتسلم اللي بعديها والكلام ده وكده، ولكن هو امتى ان فعلا ادخل لعيبه فعلا يبقى زي ما حصل في 2006 و2008 و2010، ان لعيبه اقول ان هم فعلا جادرين ان هم يمثلوا منتخب مصر، مش فنيا لا، خبرات وشخصيات جوه الملعب واداء بشكل قوي، وفعلا يقدروا يتعاملوا مع مع مع, مع, مع الاجواء الصعبه اللي بيقابلوها. فالنهارده لا، في طبعا يعني انا عايز اقول بالنسبه للمنتخب في ناس كتير بقى في تجديد دلوقتي. بقى في احنا النهارده نضاف من 2008 اكتر من 10 12 لعيب وسنهم كمان صغير ومبشرين ما شاء الله، يعني هيبقوا لعيبه ممتازين. بس لو بقوا لوحديهم في الوقت الحالي هيبقى الموضوع صعب عليهم. انت فاهمني؟ فانا شايف ان لا، الكابتن حسن يمكن احنا لما رحنا كمان انجولا كان في لعيبه كتير موجوده غير اللي كانوا موجودين في 2008، يعني احنا في 2008 غاب لعيبه كتير، وفي 2006 برضو غاب لعيبه ثانيه غابت، ودخل في 2008 لعيبه مختلفه. يمكن في 2008 كان الموضوع، في 2010 كان الموضوع اصعب، غياب ناس كتير كانت مؤثره، يعني ميدو وعمر زكي وابو تريكا و مش عايز انسى، وكان محمد شوقي مش موجود. فلا في ناس دخلت وفي ناس دلوقتي موجوده صغيرين في السن، بس لسه محتاجين خبرات اكيد. بالظبط، محتاجين خبرات. فطبعا هو الماتش اللي فات يمكن ناس كتير قالت لك مثلا اللعيبه دي كانت لسه ما كانش ينفع تبدا بيها دلوقتي. طب ولو بدات بالناس الكبيره بس كان اقول لك امتى هنجدد، امتى هنجدد دم. بس دم اعتقد ان هو النتيجه هي اللي اثرت، يعني لو كانت بالظبط كده، لو كان في حصل مكسب احنا لو كسبنا 2-1 بس كان ناس كتير، مش هتتكلم في الكلام. اللعيبه نفسها هتاخد ثقه وهتاخد خبره وفي نفس الوقت احمد علي، يعني احمد علي مثلا في الماتش اللي هو الكونغو الراجل كان كويس جدا، احسن لعيب كان موجود في الملعب واحرز هدفين الاداء كان بشكل قوي. في الماتش الثاني ما كانش الاداء بتاعه
بالشكل اللي هو زي ماتش الكونغو مفيش مشكله يعني يعني ما ينفعش الوقت بقى يصلح او لا يصلح لان صح. لسه لاعب لسه لعب ماتشين وكده فما ينفعش ان انا احكم عليه من دلوقتي لما كل اللعيبه اللي كانت موجوده لعيبه مميزين لعيبه كويسه ولعيبه على مستوى عالي ولكن لازم الناس تصبر عليهم